صار أربع فلوقات نبلشهن بالأكل، والفلوق الخامس ما راح يفرق عن هاي التقاليد الحلوة، باقي اللي بدهن. وضيفنا اليوم زيدون من سكاي نيوز. أحلى شباب حبيبي منور، هذا ثاني فلوق تطلع بيه مو؟ أي صحيح. وإن شاء الله جايات كلها ويانا حبيبي. بارك حاشيني. حاشيني. أرام اليوم ممتحن امتحان جدا مهم ونجاح، جايين نحتفل. بس صار خبير مال العقارات. صار خبير مال تقفيص عقارات. صفقة شباب. صفقة صفقة حلوة حلوة. حلو يستاهل يستاهل. قل لي نمر شطرب لك نمر ما عليك، هاي سالفه ثانيه. بارك حبيبي احنا رايحين خمس دقائق رسم الارام مثل تايتانيك. ما دمعت عيني من اللقطه. يا هلا بصهودي بفقرة شايات وحجة. شغير شاي زين. مشتاقين. حبيبي هاي شايات. هسه حنسولف الحجايات. احكي لنا شنو موضوعنا اليوم؟ موضوعنا اليوم شلون السوشيال ميديا صاعد وتنزل اشخاص. صحيح. يعني بالاونه الاخيره قلنا نشوف اكو اشخاص وناس يظهرون بالمجتمع. اي. صاروا رقم بالمجتمع وناس تتبعهم. ممكن يوصلون الملايين بس ما مقدمين شيء مفيد للمجتمع. فسر شنو بنظرك شيء مفيد للمجتمع؟ لان يعني اكل رفاهيه، اكل الموسيقى، اكل المكياج، اكل اكل، اكل كل فئه معينه، اكو فيديوهات يشوفها هي تافهه بس هي فايده فئه ثانيه. هل هذول اللي تحكي عليهم؟ اكو اشخاص من دي يستخدمون السوشيال ميديا يستخدموها بطريقه غلط لتشويه سمعه اخرين، نشر فضائح. اي هذا الشيء طبعا يجيب هواي مشاهدات لان الناس تحب تشوف. ما اعرف ليش يعني هذا الشيء غريب. انا بالنسبه لي صعب اني اتفرج على فيديو اشوف شخص جاي يهينه او يعني يشوهون سمعته، بس اكو هواي ناس يحبون هاي الفيديوهات. وهاي الفيديوهات تطش هسه حاليا، انه فضحنا فلان، طلعنا فلان، شفنا هواي فيديوهات. ما نريد نجيب سيرتها لان ما نريد نشهرها بالزايد. ليش نشوه حياه شخص ونساهم لهذا العمل؟ وهو السوشيال ميديا اصلا، السوشيال ميديا اوكي هو التواصل الاجتماعي مو التشوه الاجتماعي. مثل ما انت تحب انه تشوفك وصورتك باحسن صوره، اي قول هذا هم لازم انا ما انشر هذا الفيديو ما ساهم بهاي المشكله. بالضبط. اللي ممكن يصير لهذا الشخص. بالضبط. فيديو انتشر الشخص رجال كبير، اي فعل فاضح كان، صوره واحد ونشر الفيديو. اللي سمعناه وراها اللي صار ويا هذا الشخص، عائلته تدمرت، ابنه ممكن قتله سمعنا، او مثل هيك شيء. العشيره كلها يعني العائله كلها تدمرت وصارت حالات طلاق، يعني وصارت البنات تطلقين. بالضبط. الشركات عزلت، يعني شغلهم تدمر، العائله تدمرت. اي تدمرت. تدمرت. واحد صور فيديو مدته يمكن 30 ثانيه ونشره. المشكله ليش ليش يعني ليش بس اريد افتهم يعني. وهل هي هاي الصوره تردون تراوها لمجتمعنا؟ يعني احنا انتم دائما تقولون احنا مجتمعنا لازم يتقدم وشوفوا ذولا احسن من عندنا ولازم نصير مثلهم. زين انتم ما تردون تصيرون مثلهم، ليش ما تصيرون مثلهم؟ ليش ما تراون الصوره الحلوه مال بلدكم؟ ليش ما تراون يعني الشخصيات البارزه اللي تريد تطور، اللي تريد تتقدم؟ ليش تطلعون فضائح؟ ليش تطلعون الناس بالشوارع تهينوها؟ يعني دول اخوانكم، دول عمامكم، دول يعني منكم وبيكم. انا جدا انقهرت. انا ما كنت اعرف بهذا الفيديو، صايد قال لي عليه، وما راح نجيب اسم الفيديو، ما راح نقول يا فيديو عم ما تروحون تشوفوا. اي ما نريد نروج، بالعكس يعني احنا جاي نريد نقفل السالفه يعني. لان انا اذا ما نشرته وانت ما نشرته وغيري ما نشرت، خلص هاي السالفه راح تموت. بالضبط. الشايات راح تخلص والحكايات خلصت، بس الفلوج مستمر. مستمر ان شاء الله. اخويا على الصلعيه. اخويا على التسريحه. حبيبي رايحين الحدائق زعبيلي هسه. ماكو غير الدقة والسرعة والخفة والحرارة. طلقة. تديني ولا لا؟ ما دغني دغني. دولار يا شمر. شلون؟ صهودي هدوي دمر. بالدولار يا شمر. صهودي هدوي دمر. بالدولار يا شمر. هي ها 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 ها. الرقصة الجديدة.
جاي اريد ادفع الدخول يا شباب. هاي صوره شنو شنو تفضلت شنو اكو؟ ديناصور. ديناصور؟ عمي ديناصور 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 مو ديناصورس. ووصلنا الى دبي جاردن جلو هسه ما اعرف شنو بالضبط اكو. طلعت ديناصور اسمها موجوده. هاي الحديقه طلعت بيها مؤثرات ضوئيه وهيك اكتيفيتيز مال الليل واحنا جينا بالنهار فما راح نشوف منها شيء فراح نروح لغير مكان ونرجع لها بعدين. هسه بعدين لو هسه هسه سوونا حاكيني حاكيني. الشباب صوتوا انه نروح رمي. لا جبل علي شوتين كلب. رمي شوتين كلب نادي رمايه مو رمي. يعني رمي مو رمي ممكن ترمي حجار. كنت وين قاعدين نرمي حجار؟ اموت عليك. لا لا شلون تعرفت عليه؟ ها اوكي بالغلط. ما اعرف شلون بالغلط اجينا هنا. هاي شنو؟ حكيني. انا سمعتك استاذ عراقي هل هو هذا؟ اي اتصور هذا الاستاذ مالتنا ما تقبل غلط. هلو هاو ار يو وات دو يو هاف؟ جميل جميل. الفعاليات العراقية بدبي تعجبني وأفرح فيها وإن شاء الله كل التوفيق. ورا فقرة شايات وحشايات ساعدنا فقرة كبابات وسالفات. لا تدب ماما كل ما كفانا جبنا الهوت دوغ الزين. يو 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 صهد اللي قاعد هنا جاي يسوي لي فوتوشوت بهاي الكاميرا. الصور نزلت او ما نزلت ما اعرف على انستغرام بس قدرون تسوي لي فولو هنا ويوم الايام تشوفون صورة سوي لها لايك. ايوان هلا لا هذا قوي هذا قوي. شلون؟ يلا يلا أوه. أوه. وصلنا نادي رماية بس يا أخي شكله فندق يعني ما. لا يشيلون الكيو بوكس مال. أوف. يبين نسيمتي أصلاً. ما شرعت سال. حتى الحج والحج راح يرمو. احنا هسه بالمقلوبي لان الكاميرا وقعت وبدها تصور بالمقلوبي تشوفوها صحيح بس احنا على الشاشه اللي فوق نشوفها بالمقلوب. هذا ارام طبعا الضرب مالته واو يمكن هو اقوى واحد كان بينا. هذا انا هذا انا وهذا ابو سعود. ابو سعود طبعا يسقط بالتست. حاليا انتم اللي تشوفون شيء وانا اشوف شيء. الكاميرا انكسرت بالزايد قمت ما اشوف ما اعرف اذا تشوفون استوضعت الكاميرا هي ما كان بيها شيء بس كانت معوجه. اجاني واحد من اصدقائي ما رد اجيب اسمه قال لي انا اصلح لك اياها صدق كذب لزمها كسرها. هيك هسه الامور مرتبه الضوء زين مع هذا الحاكيني. وجهي يمتص كل الوان الدنيا لانني قدام ضوء. حلو حلو الاجواء العائلية يعني ولو احنا سهم مفروض يعني متزوجين وعلى قد نفكر باول طفل يعني صديقة ما عندنا بس احسن مرتاحين مرتاحين. الليل وحشة بدونك غياب العيون السود واشتم فيك العود يا لولا مجنونك. والجولة الثانية من يومنا جينا الجميرة نكتشف مطعم جديد اسمه يوغن ويشرب هسه حماس وبعدين بدي اشوف نفسي. هذا رواد تشوفوه وهاي ساندرا تشوفوها. هلا 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 شو ساندرا هسه انت تتبدع. دين حايرين ما يدرون يرحون يبقون يشربون شاي كرك. انا اقول لهم يابا خلينا نبتدي الويكند بشراب شاي الكرك. بشراب شاي الكرك شو رايكم؟ ان شاء الله. ها؟ هدي اشوف نفسي يابا نشرب كرك ونروح بعدين البيت. ايه انت هنا طالع بالكاميرا؟ ايه لا لا اموت عليك حبيبي. انا النجومية النجومية روح النجومية يلا روح لبيتكم. ليش يلا النجومية
روح لبيتكم بابا. ليش؟ بابا روح لبيتكم تعبتني من الصبح. سويت لك؟ هو أنا مهل. هو أنا قاعد أفرفر بيك أنت بس تفرج. أفرفر بيا لا ما أنا تعبت دخلت من الفرمان دخلت رمي ورميت حدايق ورحت مطاعم وش تريد بعد؟ انتوا شايفين واحد تعزمون جوله تخبل وهو يقول لكم انا تعبت وش تريد بعد؟ لا لا اللي جوميه جاي ادور على اصدقاء جدد اللي يحب يكون صديقي يطلع لي بالفلوقات يعلق يضغط الرقم واحد. لا ماكو رقم واحد يحلق لنا بالتعليقات. حمله اصدقاء جدد ل شو اسمه؟ اي صاحي اي ذاك احمد بشير. ما اعرف شلون راح اني هذا البلوك كل شيء ما نشوف. نتمنى ان وجوهنا تطلع صحيحه. حبايب بس خطفوا الشاحنه. اوكي كان يوم جميل وياكم وتعرفون انا كلش افرح من البلوك ويسندوره لان اموت عليها وما اعرف اكو شيء بحنيه وشي بسلام واحساس جميل من هي بلوج ويساندرا ما اعرف ليش. يلا اشوفكم بفلوج باتش. فلوج باتش جميل له علاقه بالعائله والاصحاب والعزايم لان لما حلوه باتر منتظرتنا. نحبكم ونموت عليكم. هلا رعديه يا شيخ.